أبلغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. Ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. السلام عليكم. اليوم احنا شفنا يعني ما شاء الله ست جلسة اليوم ان شاء الله، واحنا اليوم نبايع الأحمدية. انا بالنسبة لي مو أحمدي، فهسه يعني صرت راح انتمي للأحمدية. اشوف هالعالم هاي المتماسكة يعني، وشفنا هالديانة هاي الحقيقية، واحد ملتزم الآخر، والحمد لله كل هالعالم محترمة، وجاي العالم هسه يعني الحمد لله الدين متماسكين. أنا شفت الديانة هنا عند الأحمدية خاصة أشوفها متماسكة، يعني هاي العالم هذا الهائل، العالم الهائل جاي يعني أشوفه، يعني كلهم جايين أطفال ونساء ويبايعون اليوم الأحمدية، وأنا منهم من ضمن. أنا رجل عراقي وسني، واليوم إن شاء الله أبايع الأحمدية بالعشرة، ما شاء الله بالعشر الأصابع. أنا وأولادي، أنا عندي أولادي زوجتي، عندي 5 أولاد وزوجتي، إحنا 6 نفرات. اليوم إحنا نبايع إن شاء الله داخل الأحمدية، والله إن شاء الله يسهل على الجميع، وإن شاء الله نريد نتماسك. إحنا كلنا إحنا نتماسك، لأن إحنا إسلام، لازم واحد يمسك الأخ، وماكو تفرق بيناتنا، كل العالم سواسية، ونحمد الله ونشكره. وإن شاء الله اليوم إحنا نبايع، وإن شاء الله كل سنة وكل عام إن شاء الله نبايع. هذا 6 شهر قبل يجي من دامستان، وأنا أشوف أنا اسمك منور أحمد، وأن اسمك رياض، رياض البصري، البصري ما شاء الله كويس نفر، وأن اليوم هذا يجي من دي جلسة سلانة أحمدية، داخل من بيت أحمدية. الحمد لله، الحمد لله ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Chaudhry Munawwar Ahmed. And this person, the highest Riyaz Al Basri. And I had 6 months for gekommen in Deutschland. And I had genehmigt von mir Information für die Ahmadiyya. Und hat sehr gut bekannt, dass wir heute in Jalsa Salana gestern gekommen und hat hier geblieben, und inshallah taala hat Bait Farm genommen, das und hat ausgefüllt, und inshallah taala in Bait Hazur Idullah taala bin Asal Aziz die 6 Uhr in hier und live inshallah, und er machen die Bait in die Hand das heute. أنا شفت يعني الجماعة الأحمدية عندنا خاصة، أنا بالكم يشتغلون الولي السكرتيرية، تعرفت عليهم، شفت الأخلاق العالية عندهم، شفت متمسكين بالدين يعني، ويبحثون على عالم بأنه ينتمون إلى الأحمدية. وأنا واحد من الناس، أنا انتميت للأحمدية أنا وأولادي، وإحنا إن شاء الله إن شاء الله إحنا وياكم قلبا وقالبا ويا الجميع إن شاء الله، وشكرا لكم. جزاكم الله. Riyaz hat gesagt, ich habe gesehen diese Kollegen bei mir, die Leute, die Ahmadiyya Arbeit, wo er hatte Lager in Darmstadt, Michels, und hatte Azul die Heim, und er hatte 6 Monate Ahmadiyya Leute gesehen, und er hatte sehr gut Kontakt, und er hatte sehr gute Leute. Ahmadiyya ist Hak, Hakikat, das er hatte die richtige Religion, dann er hatte gekommen in Ahmadiyya Religion, er hatte gekommen das. الحمد لله، الله قبول. هذا كلهم وين انت شوف دي خليفة المسيح، وين بس انت يعني جذبات خليفة يا وين انت شوف يا شفتها يا. انا اول مرة يعني اشوف الخليفة. زين، والبارحة من الخطاب مالته، رجل يحب الإسلام يعني، ويحب الإسلام تتماسك مع بعض مع بعض، وماكو يعني اختلاف أي شيء يعني من شو اسمه. إن شاء الله إحنا كل إحنا سام، ونشوف الخليفة يعني مشكور إله، يعني مشكور إله، ومشكور جهوده اللي إجا هنا التقى بالعالم، التقى وشاف هالعالم هاي يعني الحمد لله كلها متماسكة، وكلها تشتغل، وكلها واحد يحب الثاني، ومؤتلفين يعني ماكو اختلافات. أنا شفتها بالأحمدية، وأنا انتميت للأحمدية، بايع بالعشر الأصابع مالتي. ما شاء
انا واولادي وفاميلتي. شكرا. اعطي رياض بس لي هات جزاخت اشاب جيستن و دي بروجرام جزين و هذا و دي بزوخ على لويته كوم دس عربا شون على فيل اوسلاند دي ان هات استمال حضور يد الله تعالى بنسل هات جزين ان زي جود جهرن ان زي اين فشتندن هات عربيش اوبازيتسن هات جيبن دس alles verstanden und hatte gesagt dann ich habe diese good feeling das ist richtig islam und dann ich habe meine familie und meine kinder meine frau in come in die ahmadiyya bayat dam se uska qaya ich habe ahmadiyya und wenn andere muslim fi taklif fi masiba kullu islam شوف انت هذا يعني كويس ahmadiyya und da dakhil min ahmadiyya هذا ما في يعني خوف من أحمدية رشدي إسلام خدا أو بالنسبة يعني اللي يريد يعني اللي يريد يلتزم ويتمسك بالدين والمفروض يعني يجي يتمسك ويا جماعة الأحمدية وجاي يشوفون هالعالم هذا الكم الرائع يعني 40,000 واحد جايين جاي اليوم يبايعون الخليفة ومتمسكين ما شاء الله والعالم كلها تشتغل يعني كلها تشتغل سواسية وماكو واحد أحسن من واحد الكل العالم محترمه زين والحمد لله فاللي يحب اللي يريد يجي الأحمدية هو الدين الحقيقي والمتمسكين بالديانة وإحنا عندنا قصة كبيرة إن شاء الله زين وإن شاء الله إحنا إن شاء الله يعني العالم هاي إن شاء الله كلهم يعني قلبا وقالبا مع الأحمدية شكرا جزاكم الله دي رياض بصرية جزاكت الحمد لله إشاب جزين داس و زير زير جود داس رشتي إسلام بس إشاب جكم داس أحمدية ريليجن und mit das gar nichts gesehen die Islam ist sehr 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 gut und richtig Islam was Koran Hadith was hada kullu fi was Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mitgebracht das ist alles wie selber und als war Ahmadiyya hat Information gegeben weiter und das ist ma fi gar nichts diese Leute alles sehr gut 40,000 Leute die hat gesehen hier und das sehr gut peaceful hat leben hier und sehr gut Programm hat gesehen das war sehr gut mashallah Allah kabul ki aapne Muhammad ist der beste der Propheten doch sag nicht dass niemand nach ihm kommt.